أهلا بكم، أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين. أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي. موضوع مهم جدا يا جماعة، موضوع مهم جدا وعايز حضرتك تركز فيه. المواضيع اللي زي كده مش محتاجة ان انت تجري وتعمل ويا إلا تفهم يا إلا ما تشوفوش، يعني لأن الموضوع قلنا مهم، هيأثر على حياتنا وعلى بيوتنا وعلى المستقبل أولادنا في اللي قادم. وضيعا للدولار، انت بتقول يا عم أي كلام ولا بتقول ايه؟ فبقول لك لا، المرة دي بجد ولازم تفهم. وداعا للدولار وبداية النهاية للدولار، وهذا هو مصير الذهب. هتقول لي طب استثمر في ايه، او انا عندي شوية مدخرات صغيرة او عندي قرشين على جنب او عندي مبالغ كبيرة، اعمل ايه واحط فلوسي فين؟ هنقول لك هنا افضل الاشياء للقادم، لان احنا قلنا في كل فيديوهاتنا سنة عام 2023 او سنة 2023 هو عام التغير الكبير، التغير في معظم مناحي الحياة. يعني تاني بنعيد ونقول، ما قبل 2023 شيء وما بعد 2023 شيء، في النواحي العسكرية، في النواحي الحربية، في النواحي الاقتصادية، في النواحي المالية والاستثمارات، في الهيمنة على العالم، في كل هذه الأشياء. قبل 2023 شيء وبعد 2023 شيء. طب عشان ما نتكلمش كتير وعلشان نشوف ايه قصة وداعا للدولار، بس بقول لك حاول تسمع. يعني هتجري في اخبار اقول لك جري فيها، ما تهمكش. لما انا بكلمك على موزمبيق وانت عايش في الخليج هتقول لي انا مليش دعوة، لكن بكلمك دلوقتي على حاجة تهمك فعايزك تسمع. كمان ما تنساش تشارك المعلومة يا جماعة، زي ما انت بتستفيد خلي زمايلك واصدقائك يستفيدوا. فياريت تعمل مشاركة للفيديو ده، تعمل شير، تعمل نشر للفيديو ده. كمان ما تنساش ان انت تعمل الاعجاب واللايك للفيديو، علشان ده التعب اللي احنا بنتعبه عشان نحلل. لازم حضرتك تكافئ فريق القناة على الاقل بعمل اللايك والاعجاب للفيديو. ولو حضرتك جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتدوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك او سبسكرايب. وفي ظل الازمة اللي احنا فيها، اذا كان ازمة اقتصادية او حروب في المنطقة او ما نعرفش ما هو القادم من زلازل وكوارث، فدايما نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم نستودعك الارض ومن عليها. وياريت تكتب هذا الدعاء. لو عايز تناقش وتقول فكرة عندك تضيف لما يعني بنقوله، ياريت حضرتك تناقش واحنا هنرد عليك، وتكتب لنا في التعليقات كل اللي انت شايفه من صح او غلط او معانا او ضدنا في هذا. ولكن احنا بنتعامل بالاحترام مع بعض، يعني بلاش اللي بيقول الفاظ ملهاش لازمة، لان حتى اليوتيوب هيوقف اكاونتك لو انت قلت اي حاجة فيها شتايم او غير لائق. يلا بينا نبدأ ونشوف اول خبر معانا بيقول ايه. هنا يا جماعة هنتكلم على حاجة اسمها بريكس. ليه انا جايب التعريف؟ دايما قبل ما نتكلم في موضوع مهم لازم تعرف التعريف بالاشياء اللي احنا هنتعامل فيها او هنتكلم فيها. في مجموعة اسمها مجموعة بريكس، هي BRICS، وده اختصار للدول اللي هي عاملة هذه المجموعة. البي اللي هي البرازيل، الار اللي هي روسيا، الاي اللي هي انديا او الهند، سي اللي هي تشاينا، الاس اللي هي ساوث افريقا او جنوب افريقيا. يبقى بريكس هي مجموعة من دول فيها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. وطبعا الخمس دول دولت زي ما انتوا شايفينها من اعلى اقتصاديات العالم، وخصوصا هتبقى الصين وروسيا والهند من اعلى اقتصاديات العالم. كمان هذه الدول مكونة هذه المجموعة التجارية الكبرى بتحتل او اليابسة اللي هي تحتلها على
الكرة الأرضية تمثل ربع الكرة الأرضية، يعني خمس دول لو احنا شفنا الغامق ده هو يمثل 25% من اليابسة التي على الأرض. كمان مجموعة بريكس عدد سكان الخمس دول دولت يمثلون 40% من سكان العالم، من سكان الأرض، يعني تقريبا نص الأرض في الخمس دول دولت. طيب انت ليه جايب لنا مجموعة بريكس؟ جاب لكم مجموعة بريكس علشان نشوف هذا الخبر. الخبر ده كان في جامعة هارفارد وفي كولومبيا، ونترجمه تاني، معلش الترجمة راحت. بيقول ايه؟ هل تستطيع بريكس، اللي هي مجموعة بريكس، ازالة الدولار من النظام العالمي المالي؟ ده كده اول سؤال من الجامعة الأعرق في أمريكا اللي هي هارفارد، وبتسأل إن شايفة إن بريكس هتزيل الدولار من النظام المالي العالمي. طيب عندنا إيه تاني؟ هنا من بينها الجزائر، 12 دولة تطلب الانضمام إلى مجموعة بريكس. 12 دولة منها الجزائر، إيه هم الدول دي؟ قبل ما نوصل لموضوع إلغاء الدولار أو وداعا للدولار، هنا بطلب 12 دولة بطلبات رسمية قدمت إلى جنوب أفريقيا على أساس إن هي عضو في المجموعة للانضمام إلى مجموعة بريكس. ومن أهم هذه الدول قلنا الجزائر، ومن أبرز الدول التي تقدمت بطلبات رسمية هي الجزائر، السعودية، والإمارات، ومصر، إضافة إلى الأرجنتين، والمكسيك، ونيجيريا. يعني تعالى كده شوف، ادي الجزائر، السعودية بكل ما عندها من بترول، الجزائر بكل ما عندها من الغاز، والامارات ومصر والارجنتين والمكسيك ونيجيريا، عدد سكانهم كام ويمثلوا قد ايه من الاقتصاد وقد ايه من القوة. كمان لسه معانا خبر ان كمان ايران وفي ست دول اخرى تقدموا بطلبات رسمية الى مجموعة بريكس. طيب ايه كمان معانا هنا؟ الرئيس البرازيلي اللي هو البرازيل احد اعضاء مجموعة بريكس الخمسة، يدعو للتخلي عن الدولار في التجارة العالمية. وهنا لو قرينا المقالة عايز ينهي نهائي، مفيش اي تعامل ما بين المجموعة بريكس في التعامل التجاري بالدولار نهائي. طب ايه كمان؟ هنوصل واحدة واحدة بس كده. هنا طبعا هنا بنجيب ان جنوب افريقيا تتلقى 12 طلب للانضمام للمجموعة، هنا بنأكد على الدول اللي اتقدمت، وهنا جايب منها كمان ايران، ومن بين الدول التي تسعى للانضمام المنظمة هي ايران والسعودية، واللي قدمت طلبات انضمام رسمية غير الدول اللي قلناها. فهنا برضو حطينا ان ايران اتقدمت بعد العلاقات العربية السعودية الايرانية ما عادت. طيب ايه كمان معانا من الخبر؟ هل ينجح تحالف البريكس في كبح هيمنة الدولار في الشرق؟ ودي برضو مقالة كبيرة، احنا قرينا كل المقالات دي وجبنا لك منها اهم حاجة. هنا بقى اهم عنوان ولازم تقف عنده وتقرأ مرتين كده معايا، مع انشاء عملتها الموحدة مجموعة البريكس تقود العالم باقصاء الدولار. هنا تقرأ ده كده مرتين وتقف، يعني هو بريكس انشأت عملتها عملة موحدة؟ نعم. وهل ستقود العالم باقصاء الدولار؟ نعم. ودولة الخمسة اللي مسؤولين عن بريكس، منهم طبعا بوتين والرئيس الصيني، هو اشهر اتنين باينين، ومعاهم رئيس الهند ورئيس البرازيل ورئيس جنوب افريقيا. طيب ازاي عملت عملة موحدة وايه اللي بيحصل؟ نقرأ كمان العنوان ده، عملة جديدة تحد من هيمنة الدولار الامريكي وهي عملة البريكس. هنا نقف ونبدأ نتكلم يا جماعة ونقول في ايه. هدف المجموعة كان، مجموعة بريكس هدفها ايه؟ هدفها كان
الحد من الهيمنة الأمريكية في العالم والحد من الدولار الذي يسيطر على كل شيء في العالم، فبالذات من بعد الحرب العراقية ولما أمريكا ابتدت تحاصر الحرب العراقية ولما أمريكا ابتدت تحاصر العراق وابتدت تعمل عليها عقوبات اقتصادية وابتدى الدولار يبقى تاريخي في العراق وابتدى كده، فلقوا ان امريكا اكنها سيدة العالم سيدة الكون بتعمل اللي هي عايزاه في اي دولة، لغاية ما دمرت العراق بل نهبت بترولها بل نهبت ثرواتها، وهكذا تم في سوريا وهكذا تم في ليبيا وهكذا تم في عدة دول وكده. جت مجموعة بريكس ازاي ان احنا بنبقى حوالي نص العالم من التجارة ومن كل شيء، بالذات كمان الصين ده مصنع العالم، يعني مفيش دولة حتى امريكا مفيش دولة في العالم ما مش نص سوقها او تلات ارباعه صيني، فازاي كل ده وامريكا هي اللي بتتحدى العالم والدولار هو اللي ماشي كل شيء. جات الفكرة من هنا. جات بعد كده الحرب الاوكرانية الروسية وابتدت الحظر الاقتصادي على روسيا وابتدى ان يفكروا لما يخلوا البنوك تقف والسويفت يقف اللي هو التعاملات بالدولار والتحويلات ما بين روسيا ودول العالم يقف، فان روسيا خلاص هتركع وتنتهي، ولكن كانت روسيا دايما عاملة حسابها وعاملة خطة بديلة في ان لو حصل ده ازاي تتعامل بالروبل الروسي وازاي تبدأ تبيع برضو الغاز ومنتجاتها وبترولها والتجارة تكمل. وجات هنا الصين هي كمان قالت خلاص انا هستخدم الايوان، وجه بعد كده رئيس البرازيل والمجموعة الخاصة بالبريكس قالوا طب ليه ما نعملش عملة موحدة للدول الخاصة بالبريكس ويبقى 40% من تجارة العالم و 40% من سكان العالم يتعاملوا بهذه العملة الجديدة، فبالتالي الدولار هيبدأ يقع. بصوا لقوا 12 دولة من أكبر دول الخليج والشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية المكسيك وغيره والأرجنتين ابتدوا هم كمان قدموا وقالوا احنا عايزين نخش معاكم، فبالتالي هيبقى 60% تقريبا من عدد سكان العالم عايزين يخشوا في هذه المجموعة، وبالتالي هيبقى 60% من سكان العالم هيتعاملوا بعملة موحدة. العملة الموحدة قالوا انها احتمال وده مش اكيد بس احتمال تصدر في شهر 8 2023، يعني في السنة دي بعد حوالي 5 شهور من الان تقريبا او 4 شهور وشوية هتبقى بريكس عملة موحدة. وبالتالي تخيل بقى لما روسيا لا تتعامل نهائي الا بالبريكس ومصر والسعودية وايران والصين والبرازيل والارجنتين والامارات وكل دولت لن يتعاملوا الا بالبريكس، تخيل الدولار ماذا سيحدث له 60% من سكان العالم يتعاملوا بعملة موحدة. فده طبعا موضوع قاتل ومميت وممكن يبقى فيه انهيار في الاقتصاد العالمي كله وممكن يبقى فيه التكتل اللي حصل في البريكس هو اللي يقود العالم في كل شيء. طيب عندنا هنا انت هتسألني انا هعمل ايه، انا راجل معايا مبلغ على قد حالي صغير او انا راجل معايا مبالغ بالملايين وربنا يزيد ويبارك للي عنده. هقول لك حلين. اولا اللي عنده مبالغ صغيرة خلي بالك الدولار لن ينهار في الدول اللي هي ما بتصدرش بسرعة، يعني لو دولتك دولة دخلها الاساسي مش جاي من التصدير ومش هي دولة مصدرة كبيرة وكل حاجة عندها تصدير بالدولار فاعرف ان الدولار لن ينهار في هذه الدولة بسرعة حتى لو العملة البريكس بدأت. ليه؟ لان انت ما زلت بتاكل وتشرب وتجيب ادوية وتتسلح باسلحة وكل شيء من معظم دول العالم وفي اتفاقيات سارية، ف
فانت مستورد بالدرجة الاولى وهتحتاج، لانك مش هتقدر تغطي كل احتياجاتك من دول البريكس مرة واحدة، فهتحتاج ان انت تستورد، فالدولار هيفضل عالي عندك كمان علشان الدول اللي واخدة قروض والدول اللي معتمدة على صندوق النقد الدولي والدول العالم الثالث اللي ما فيهاش بترول من الاساس، او مش البترول هو المصدر الاساسي ليها، فبالتالي الدولار لن ينهار بسرعة في هذه الدول. طيب هتقول لي اعمل ايه يعني اخلي معايا دولار؟ هقولك لا، اللي معايا مبلغ صغير وفي الدول دي ياريت لو معاك دولار خلاص انت بتتعامل بيه، اتعامل بيه بالراحة، بس اعرف ان الدولار مش هتقدر تضارب عليه، والمضاربة على الدولار خسارة في الفترات القادمة. ولكن لو بتشتغل بيه او بتستورد بيه، او عندك مصنع صغير، عندك ورشة او بتشتري بيه بضاعة، فماشي خليه معاك علشان تقدر تكمل، ولكن هتضارب عليه هتخسر. طيب ايه؟ هقولك عندك حلين. اولا حل طويل الامد، اي واحد معاه مبلغ صغير، الذهب هو الصندوق او المكان الامن الوحيد الامن 100% للمدخرات، ولكن طويلة الاجل. يعني ايه؟ يعني الدولار النهاردة ممكن يعلى 200-300 جنيه او ريال، وبكرة يقع نفس الوقعة، فالراجل اللي معاه مبلغ صغير ومحتاجهم بعد كم شهر ولا بعد سنة هتخسر، مش هتقدر على ارتفاع وهبوط الدولار الذهب الجنوني. ولكن لو انت من بعد 4 سنين، يعني 4 سنين ل5 سنين هتحط فلوسك، فانت كسبان 1000000%، 1000000%. الذهب مع هبوطه وسقوطه وارتفاعه بس في الاخر متوسط ال4-5 سنين لازم تبقى كسبان 1000000%. فاي حد معاه مبلغ مش عايزه لمدة 4-5 سنين وادخار طويل الامد، مالكش دعوة وحط في الذهب وانت مغمض عينيك. العالم كله بيسعى الى الذهب الان خوفا من سقوط الدولار، فبالتالي الصندوق الامن الوحيد او الملاذ الامن الوحيد للادخار طويل الامل هيبقى الامد هو الذهب. لو معاك مبلغ صغير وانت محتاجه بسرعة ومحتاج يبقى انت تدور منه حياتك ويجي لك منه بعض المدخرات، هيبقى الشهادات البنكية اللي فيها فوائد عالية. يعني لقيت مثلا، ليه بقى؟ لان على الاقل مش هتخسر. انت لو معاك 1000 جنيه دلوقتي او 1000 دولار او هو تفر 1000 اي حاجة، 1000 ريال، لو بعد سنة هتلاقي التضخم زاد بنسبة 20%، فانت 1000 بقوا 800، يعني انت فلوسك وهي معاك في جيبك خسرت. ولكن لو انت حطيتها في شهادة مثلا 20%، شهادة ادخار 20%، هتلاقي ان 1000 بقوا 1200 بعد سنة، ولما يحصل التضخم هتلاقي 1200 بقوا 1000. فعلى الاقل انت حافظت على فلوسك زي ما هي، فلوسك ما خسرتهاش. ولكن اللي معاه كاش وحطه جنبه في البيت هيخسر، لان التضخم وارتفاع الاسعار بيخلي الالف جنيه ما بتجيب لكش اي حاجة، غير انها بعد سنة هتجيب لك حاجات تساوي 800 جنيه بسعر النهاردة. فطبعا يبقى عندك حلين، يا تحط فيه شهادات ادخار فوائدها عالية ويبقى انت كده على الاقل ضمنت فلوسك، مش هتكسب ولكن مش هتخسر، او تحط فيه الذهب طويل الاجل اللي هي ما تطلبش بيعه او اي حاجة غير بعد 5 سنوات. وطبعا ننصح بشراء الذهب اللي هو عايز يدخر ويستثمر، الذهب اللي هو سبائك او الجنيهات الذهب، مش الذهب الصاغة اللي هو فيه يعني مصنعيات عالية جدا وفي فصوص وحاجات من دي. احنا ده بنقوله للمدخرين. طبعا في حاجات كتير يا جماعة، ولكن ليس كل ما يعرف يقال، في حاجات الكلام فيها يأثر على اقتصاد دولتك وبلدك، فمش كل حاجة تتقال، ولكن بنقول لكم الحاجات اللي هي هتفيدك فعلا، يعني دي إفادة لكل شخص بيفكر يستثمر دلوقتي قبل ما العملة الجديدة بتاعت البريكس تبدأ تطلع زي ما هم قالوا. كمان للمستثمرين الكبار، لو انت
عندك مصنع وشغال وفعلا في منتجات طالعة منه، فا اوعى ان انت تقفل، ولكن لازم يبقى معاك دولار عشان تقدر تستورد حتى البريكس يسيطر على الموضوع. ولكن لو ما عندكش وعندك فلوس كتير فبلاش المضاربة على الدولار لانها تبقى مغامرة كبيرة. فعندك برضو الذهب هو الملاذ الامن، اعمل سلتين، سلة للذهب تحط فيها الخمس سنين على الاقل، وسلة اخرى للادخار في الشهادات حتى ترى البريكس. لكن البريكس قادم قادم، الدول خلاص زهقت من الهيمنة الامريكية، وهم ناويين يعني نية سودة للهيمنة الامريكية وهيمنة الدولار. طب تقول لي امريكا في كل الحالات دي خلاص يعني هي عبيطة قوي واقتصادها واقع؟ هقول لك لا، استنى بقى، هنا في سيناريوهين والسيناريوهات دي خطيرة جدا جدا جدا. اول سيناريو منهم ان امريكا مش هتسكت، فبالتالي هتعمل ايه؟ عندها خطط وبلان بي وبلا يعني خطة تانية وخطة تالتة محطوطة كده في الأدراج عندهم. أول خطة هي شايفة إن الصين أساسي في البريكس، وإن السعودية والإمارات هيخشوا وهم يملكون البترول، وإيران كمان هتروح داخلة وروسيا، فتبدأ تخلق حروب في المنطقة علشان محدش يبقى فاضي لفكرة التجارة، لأن موضوع البريكس ده عايز الدول تركز تركيز غير عادي. فتعمل إيه؟ تقعد تستفز في تايوان وتخلي تايوان تستفز الصين استفزاز غير عادي حتى تقع الصين في الحرب التايوانية، وبالتالي أمريكا تخش بقى بطياراتها واليابان تخش ضد الصين والدنيا تتقلب في المنطقة دي. تيجي لمنطقة الشرق الأوسط وهي بدأت بالفعل، اوعى تفتكر ان ما يحدث في السودان هو حدث بالصدفة. السودان خطة تم الحديث عنها من اوائل هذا العام من شهر يناير 2023، وكان معد لها ان يحدث هذا، زرع الميليشيات في كل الدول. تخيل كده وقارن ما بين السودان وليبيا هتلاقي نفس الفكرة، ميليشيات مسلحة ابتدت تتزرع وكيانات مسلحة فتهدد بيها الدولة، وده الـ 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 الخطة الشيطانية المعهودة. فتبدأ تيجي في الشرق الأوسط وتبدأ تخلق مجال للمنازعات والحروب، وتحط الزريعة بتاعتها تقول لك إيران، إيران رجعت العلاقات مع الدول العربية، فتبدأ تخلي إسرائيل تستفز الفلسطينيين وتستفز حزب الله وتستفز لبنان علشان يبدأوا يضربوا عليها. فتيجي إسرائيل تقول يلا بقى أنا هضرب وحارب لبنان وهضرب وحارب في سوريا وهضرب وحارب في هنا، وتبدأ تخلق حرب داخل الشرق الأوسط، بل ممكن توصل الحرب إنهم يبدأوا يتكتلوا على إيران ويقولك نضرب إيران هي السبب في كل الصواريخ دي، وتبدأ تبقى حرب طويلة الأمد، حرب إسرائيلية أمريكية إيرانية طويلة الأمد داخل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي مش هتقدر تجري وراء النمو وراء الاقتصاد وراء التجارة. تروح جاية في ناحية روسيا وتبدأ تخلق حرب ما بين روسيا بقى وأوروبا، لأن أوروبا ابتدت تعاني وأوروبا خلاص بتنهار، وأوروبا عايزة تخرج من كنف أمريكا وعايزة تستقل بذاتها، فتبدأ تعمل استفزاز أوروبي لروسيا، ويبدأ روسيا تلطش مع الدول الأوروبية، بل ممكن توصل لحرب روسية أوروبية أوكرانية، وبالتالي أمريكا هترجع تاني تهيمن بالدولار وتهيمن بالتجارة وتهيمن على العالم كله، تبقى هي القطب الأوحد. فعندك سيناريو الحرب أو النماء والاقتصاد، فهنا هل مجموعة بريكس والدول ال 12 اللي هتنضم لها عندها خطط برضو بلان بي وبلان سي، او خطة اولى وتانية وتالتة في حالة محاولة امريكا لزرع حروب في اراضي اخرى وفي اماكن اخرى علشان العالم كله يفضل عنده الهاء وما يبقاش فاضي للقصة دي ولا لا؟ فهو ده اللي هنعرفه كل من قرب من شهر 8،
وبين الإعلان عن العملة الجديدة الخاصة بالبريكس اللي هي ممكن يعني تهد الهيمنة الأمريكية بالكامل، بل ممكن تضيع الاقتصاد الأمريكي بالكامل بلا أي نقاش. يعني اللي هيجي يقول الاقتصاد الأمريكي قوي هقول له لا، في ظل الصين وروسيا والبرازيل والأرجنتين والدول العربية والخليجية وكل الدول دي، لا الاقتصاد الأمريكي ما يقدرش لو الدولار لغوه نهائي في التعاملات. فاحنا قادمين على يعني أشياء صعبة جدا في هذا العام 2023، قلنا عام التغيرات اللي حضرتك لازم تبقى فاهم ولازم تبقى دريان بما يحدث حولك، لأن ده هيأثر على ايه؟ مش هيأثر عليك انت بس، ده هيأثر على كل شيء في حياتك وعلى مستقبل اولادك وعلى كل مناحي الحياة في تغيير العملة دي والحروب اللي ممكن تطلع ذريعة لهذا. فلو امريكا قالت عليا وعلى اعدائي وهدت المعبد هتبقى كارثة اكبر. فربنا هو وحده اللي دايما نلجأ له ونقول له اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم نستودعك الارض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء. طبعا في يعني لو كلمنا في الموضوع ده هنطول جدا، ولكن هنبدأ نعمل سلاسل عن الاقتصاد في هذه القناة غير اخبار الكوارث واخبار الحوادث واخبار الزلازل والاخبار العادية الموجودة في الـ 24 ساعة. فياريت تستمعوا لما قادم، لان ما قادم هو خطير جدا جدا، وياريت تنشروا الفيديو، تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، خلوا الناس تبقى فاهمة ايه اللي بيحصل حواليها، وما تنساش عمل الاعجاب واللايك للفيديو، ما تنساش تقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها، ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم، بشكركم على وجودكم معي لهذه اللحظة، انتظروا فيديوهات القادمة، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.